اهلا بيك، اعلمك النهارده التون كيرفز. لو ظبطت التون كيرفز وفهمتها كويس وركزت معايا في الفيديو ده، هتخلي الصور بتاعتك في حته تانية خالص. اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. بص يا صديقي، انا اسلام ماندو، بعلمك اللايت روم من تحت الصفر للاحتراف. في فيديوهات فاتت قبل كده، لو ما اتفرجتش عليها ادخل اتفرج عليها، والفيديوهات اللي جايه دي تخليك تحترف اللايت روم. المرة اللي فاتت شرحنا حاجات كتير قوي، لازم تدخل تتفرج عليها. بس الفيديو اللي فات بالظبط كنا بنشرح البيزك، دلوقتي دخلنا على التون كيرفز. الكيرفز ده ناس كتير قوي بتقلق وبتخاف منه، انا النهارده جاي ابسطهولك واسهلهولك جدا. بس باختصار كده، الكيرفز دوت بيعتمد على اربع حاجات، وهي الهايلايت واللايت والدارك والشادو. الشادو يعني الظل بتاعنا، والدارك الحتت الغامقه، واللايت الحتت الفاتحه، والهايلايت الاضاءه عامه بتاعت الصوره، او زي ما تقول كده اقوى اضاءة في الصورة. المهم يعني لو لعبنا فيهم كده هتلاقي الكيرفز فوق كده ده بيتحرك. بص، وبركز لك على الاضاءة اللي هي عالية قوي في الصورة لو لاحظت، ودبل كليك ترجع كل حاجة زي ما كانت. يعني انا مثلا هنا حركت لقيت الدنيا باظت، دبل كليك رجعت الايه حاجة زي ما كانت. واقدر برضو اتحكم من هنا. لو اخدت بالك، لو انا بلعب في الكيرفز من فوق بيلعب معايا في الهايلايت بس. طب انا رحت هنا بدأ يلعب معايا في الدارك، هنا بدأ يلعب معاه في الشادو. تمام، انا اقدر ابص اتحكم في الشادو والدارك اهوت. الناس بتحول حرفيا من الكيرفز ده، بتحول صورها باعدادات انت لا يمكن تتخيلها. وفي طريقة تانية تقدر تتحكم برضو في الـ في الـ في الثلاث حاجات دولت، وهي النقطة اللي فوق ديت. لو اتكيت عليها ورحت على الصورة تبدأ تلعب فيها زي ما انت عايز، انك بتتك تكة، يعني بتتك تكة هنا وتنزل وتطلع، بحيث انك انت مش عارف الجزء ده هل هايلايت ولا لايت ولا ايه بالظبط، فانت بتروح عليه بالعلامة ديت وتبدأ تتك تكة مطولة وتنزل بالماوس لتحت او تعلى بالماوس لفوق تحركه. تمام، ده بالنسبة للهايلايت. انا اقدر عايز اظبط مثلا الدارك، عايز اظبط مثلا الشادو. تمام، ده بالنسبة للكيرفز التلاتة اللي معانا. عندنا برضو حاجة اسمها بوينت كيرفز، لو اتكينا عليها هيطلع لي البانل ديت وفيها الار جي بي وفيها ريد جرين بلو. انا اقدر اتحكم في التلات الوان دولت. انا مثلا عايز اتحكم في الريد، اعمل مثلا نقطة هنا ونقطة هنا وابدأ اتحكم زي ما انا عايز. اللون الاحمر في الصورة اخلي اللون محمر براحتي حسب بس ما احتياج الصورة معايا، عايز ابدأ اديها حسب ما انا عايز. الصورة دي عايزة تعبر عن ايه هخليها تعبر. تمام، الضغطتين ارجع كل حاجة زي ما كانت. المهم يعني عايز اتحكم في الجرين هكذا، عايز اتحكم في البلو برضو العب في الكيرفز ديت اقللها. بص كده مالت الاصفر شوية، بعد كده اروح مثلا للجرين اعلي شويه مثلا او اقلل، فالصوره بدات تتحول معايا. بعد كده الريد اعلي سي سنه اقل اظبط. ده بالنسبه للكيرفز بالنسبه للار جي بي. لو اتكينا تاني رجعني البانل بتاعتي اللي انا كنت قاعد اظبط فيها. ده بالنسبه للتون اند كيرفز. يا رب تكون استفدت، ويا رب تكون فهمت يعني ايه تون اند كيرفز، وتقدر تتحكم فيهم ازاي، وتقدر تعدل عليهم ازاي. اتمنى بس انك تعمل لايك سبسكرايب وتتفرج على الحلقات اللي جاية عشان تحترف الادوبي لايت روم. دلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو، احب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.